وعودة إلى موضوع موافقة المجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية والمياه، ينضم معنا عبر الهاتف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي. مساء الخير دكتور فيصل. أبدأ معك دكتور فيصل، يعني تحدثنا عن أهمية الاستراتيجية الوطنية للمياه الذي أقرها مجلس الوزراء اليوم. السلام عليكم وأسعد الله مساءكم بالخير. مساءك. في البداية أتقدم بخالص الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد على دعمهم لهذه الاستراتيجية وعلى الموافقة لمجلس الوزراء، وأتقدم بشكر كذلك لمعالي الوزير ومعالي النائب واللجان العاملة التي عملت بشكل مستمر لإقرار هذه الاستراتيجية وإعدادها بشكل المناسب. في الواقع استراتيجية المياه الوطنية سعت أن يكون هناك قطاع مياه مستدام ينمي الموارد المائية ويحافظ عليها ويصون البيئة ويوفر إمداد آمن وخدمات عالية الجودة والكفاءة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهناك عدة أهداف استراتيجية أقرت في هذه الاستراتيجية تتمثل في ضمان الوصول المستمر لكميات كافية من المياه في الحالات العادية والطوارئ، وأيضا تحسين إدارة الطلب على المياه في جميع الاستخدامات القطاعية والقطاعات كافة الصناعية والزراعية والتجارية والحضرية، بالإضافة إلى خدمات إمداد جودة عالية في الصرف الصحي ومياه الشرب، وتكون التكلفة بإذن الله يعني معقولة ومساهمة في الرخاء الاجتماعي وضمان الإمدادات بشكل كافي، بالإضافة إلى المحافظة على موارد المياه وتحسين الاستخدام لها والمحافظة على البيئة بشكل عام بما يكفل مصالح المجتمع في الوقت الحالي والمستقبل. طب دكتور، عذرا مقاطعة دكتور فيصل، ولكن هل هناك هدف آخر، يعني هدف من دمج سياسات قطاع المياه؟ نعم، هو الاستراتيجية عبارة عن إطار وطني شامل. نعم. ينظم جميع علاقات الجهات المسؤولة وجميع أصحاب العلاقة في مجال قطاع المياه، وأيضا يضمن تنافسية قطاع المياه ومساهمة الإيجابية في الاقتصاد الوطني. طبعا الاستراتيجية شملت عدة برامج ومبادرات، بلغ تقريبا عدد البرامج حوالي 10 برامج وعدد المبادرات تقريبا 47 مبادرة. كل هذه المبادرات يعني تسعى في الأخير إلى يكون لدينا قطاع مياه يقدم خدمات جودة عالية ويحقق الرفاه الاجتماعي والأمن المائي. نعم دكتور، أنت تحدثت قبل قليل عن التكلفة أنها ستكون قليلة، هل التكلفة قصدك على المواطنين دكتور؟ التكلفة إن شاء الله معقولة، يعني تكلفة معقولة مناسبة تعالج وتغطي تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، وأيضا تضمن أن يكون القطاع قائم على محاسبة تجارية سليمة تضمن استدامة هذا القطاع، يكون القطاع قائم بذاته ويستطيع بإذن الله أن يوفر خدمات مستمرة ذات جودة عالية، ولكن ستكون التكلفة في ضمن الحدود المعقولة التي لا ترهق كاهل المواطن. نعم دكتور، عذر عن الإطالة، ولكن بالتأكيد أنه في الاستراتيجية أن هناك أبعاد، ما هي الأبعاد؟ الأبعاد كثيرة جدا، يعني من ضمن الأبعاد المتوقعة والأهداف المتوقعة خفض الطلب. نعم. خفض الطلب إلى النصف، الآن الطلب حاليا على القطاع المياه يصل إلى تقريبا حوالي 26 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وهذا رقم يعني يتجاوز كبير. الإمكانات الموجودة في المملكة، وأيضا يتجاوز القواعد الأساسية لترشيد المياه، فالاستراتيجية تهدف بإذن الله أن يكون هناك خفض إلى النصف تقريبا، لكن هذا الخفض لن يؤثر بأي شكل من أشكال على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أيضا هناك توجه إلى الاستراتيجية للحفاظ على الموارد المائية غير المتشددة، الآن الموارد المائية غير المتشددة تستهلك يعني بشكل كبير جدا حوالي 20 مليار متر مكعب سنويا، سيكون هناك بعد الاستراتيجية والنجاح في تطبيق برامجها سنصل إن شاء الله إلى 8 مليار وحوله تقريبا متر مكعب من المياه، وهذا يكون أقرب ما يكون إلى الاستدامة المائية يضمن توفر المياه للأجيال الحالية والأجيال المستقبلية. نعم. أيضا المساهمة في الإنتاج المحلي وزيادة التكاليف، إيرادات الحالية الآن للقطاع تقريبا حوالي 15 مليار، الاستراتيجية تسعى أن يكون الإيرادات إن شاء الله بإذن الله من 40 إلى 60 مليار عبر حوكمة القطاع ووضع على قواعد تجارية سليمة جدا تنظم العلاقات بين الأطراف المعنية. نعم، كان معنا عبر الهاتف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه الدكتور فيصل السبيعي، شكرا جزيلا لك دكتور على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل أيضا دكتور فيصل. يا مرحبا، شكرا جزيلا.